مارجريت ناجح. مارجريت ناجح يمكن من البنات او السيدات اللي هم يعني بيشجعوا البنات على ممارسه الرياضه وبالاخص كمان الدرجات. هي كمان خلت الموضوع موجود في المنيا بشكل اكبر، وما شاء الله عملت اكتر من مبادره وشارك فيها اكتر من 3500 شاب يعني في المبادره دي، وكلها حاجات ايجابيه كلها لصالح الرياضه. طيب احنا دلوقتي معنا التليفون مارجريت ناجح بقى عشان نعرف منها فكره المبادره وكمان عامله ايه في الصعيد وبالاخص في المنيا. يا مارجريت. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا استاذ نوران؟ ميرسي خالص على دعمك لينا، بنرحب بيكي معانا ومنورانا. ميرسي جدا. طيب مارجريت، عايزه اعرف منك، طبعا انت اكيد بتحبي العجله لان انت كنت بتركبيه من وانت يعني عندك لحد 12 سنه، وبعد كده توقفتي عن ركوب العجل ورجعتي دلوقتي بمبادره لطيفه جدا في المنيا بتشجعي بنات كتيره جدا ان هي تمارس رياضه العجل في شوارع الصعيد وتحديدا في المنيا. كلمينا ازاي بقى فكرتي في المبادره دي ان انت تنفذيها في الصعيد؟ هو الفكره ان انا بدات افكر فيها، طبعا احنا في زمن الكورونا، زمن التباعد الاجتماعي، كمان البنات بتتعرض لمضايقات كتير في المواصلات العامه والتحرش، والتكسات بيحصل حالات خطف، كمان التكلفه عاليه. فقلت ان ليه ما نرجعش نركب عجل ونرجع ايام زمان لما البنات زمان كانت بتركب عجل تروح الكليه والمدرسه والمشوار بتاعها عادي وتتعامل طبيعي. دي حاجه حلوه جدا للرياضه، حاجه حلوه جدا ان هي بتوفر امان للبنت نفسها. احنا كان لينا هدف من المبادره بتاعتنا، يعني احنا كنا عايزين نعمل ماراثون، ومبادره ما تبقاش مجرد ماراثون عادي بيتنفذ في اي مكان، لا احنا كان هدفنا مختلف شويه في المبادره بتاعتنا. احنا عاوزين نخلي العجله اسلوب حياه عموما للبنت او للولد، نروح بقى الجامعه، درس، مشوار. ان المنيا مثلا بنتمنى فيها ان هي تكون ليها شارع رئيسي للعجل دوت، ان الناس تبدا تتعود علينا فيه، يكون الشارع ده متأمن، ممر كويس للبنات أو للولاد عموما، يبقى فيه باركنج عجل عشان المجتمع يبدأ يتهيأ لفكرة إن عادي الناس بقى تبدأ تتعود إن عادي الناس تركب عجل وتتعامل بيه عادي جدا. كمان إحنا نفسنا إن الجامعة السنة دي نروح للجامعة بالعجل علشان نوفر بقى ويبقى طريق آمن، هيبقى حاجة مختلفة. كمان لأن إحنا في الصعيد نفسنا يبقى في باركنج للعجل ده على البوابه الرئيسيه طبعا، ولكل الكليات باركنج كده صغير عشان الموضوع ما يبقاش فكره مؤقته، لا يعني تبقى فكره دايمه وهكذا. كمان هتبقى لفته حلوه جدا ان احنا اول حاجه هتبقى في الصعيد، وان البنات متشجعه والبنات بدات تنزل. عندنا ناس كتير بتشجعنا في الشارع، بنلاقي ستات كبيره قلنا برافو عليكم، انتوا بترجعونا ايام زمان الحلوه لما كنا بزمان بنتحرك بيها ونتعامل طبيعي، بس طبعا التغييرات اللي بتطرا على المجتمع هي اللي بتغيرنا. كمان لو المسؤولين لو ينزلوا يتصوروا معانا في اليوم ده تبقى سنده حلوه جدا لينا من الحكومه، لانها تبقى حاجه يعني الناس لما تشوف الحكومه بتدعمنا وبتساندنا تبقى نقطه مختلفه خالص، هيبداوا يتهيأوا ان المجتمع مختلف وبيتغير. ما هو ده بيحصل يا مارجريت متهيألي بشكل يعني ما او باخر من وقت للتاني. حتى كمان يعني وزير الشباب والرياضة من الوقت التاني دايما بتلاقيه بيعمل مبادرات بالنوعية دي وبيشارك برضو بعض الشباب، وطبعا على رأسها كمان رئيس الجمهورية لسه امبارح يعني ممارسة الدرجات يعني. طيب قولنا كده مارجريت، يعني بالنسبة برضو الناس ممكن تشوف البنات دلوقتي بقى خلاص موجودين ممكن بيسوقوا سكوتر، بيسوقوا عجل بشكل طبيعي داخل القاهرة واسكندرية والإسماعيلية. كلمينا كده عن الصعيد، دايما الناس واخده انطباع وفكره عن الصعيد ان هو مجتمع منغلق، ان هو مش هيسمح بحاجه ممكن داخل فيها البنات والسيدات. كلمينا اكتر عن المنيا وكلمينا ازاي عندكم الدنيا كان فيها تقبل بشكل كبير وواضح بالنسبه لقياده الدرجات يعني من البنات. هو طبعا صعب ان المنيا خاصه ان المنيا عروس الصعيد تتقبل ان الفكره البنت تركب عجله، لان مش سهل اصلا ان البنت تمشي في الشارع ومحدش يضايقها. بس احنا لما قلنا نجرب ننزل، جمعت البنات على جروب الفيسبوك وخدنا الخطوه ان احنا ننزل، قلنا لهم احنا هنجرب. بالفعل جربنا، للامان لقينا تشجيع في الشارع، ما لقيناش حد بيضايقنا، بالعكس لقينا ناس بتشجعنا وناس بتقول لنا برافو عليكم وجو اون. لقينا يعني احنا اتبسطنا من رد فعل المجتمع لينا، محدش كان بيضايقنا بصراحه. في برضه كان في مسانده وتشجيع من الناس،
كان في مسانده وتشجيع من الناس كمان. في ضباط المرور كانت لما بتلاقينا هنعدي توقف لنا العربيات عشان نقدر نعدي في طريق امن. انا حابه اشكرهم طبعا. كانت في مسانده المجتمع طبعا، بنتمنى مسانده اكبر تبقى من حد مسؤول من الجامعه، حد مسؤول من المحافظه ينزل ويتصور معانا، تبقى لافته ان حد بقى من الحكومه بيساندنا، ما حدش يقدر يضايقنا في الشارع، يبقى امر طبيعي جدا بكره وبعده، لان هتبقى في مسانده كبيره جدا من الحكومه مش مجرد بنات. مارجريت، طيب يعني هل واجهتي او قابلتي بنات نفسها تنزل تركب عجل معاكوا وتشارككوا اللحظه دي، وكان عندهم صعوبه او مثلا اهلهم مش موافقين او هم مكسوفين او خايفين ياخدوا الخطوه دي، هل في كده يعني قابلتي النوع ده من البنات؟ طبعا في بنات اهلها بتخاف. احنا نزلنا اول مره بداوا يعرضوا عليهم الصور، بداوا يوريهم احنا بننزل. في كمان معانا بنوته صغيره بتنزل، وباباها عشان خايف عليها طبعا بينزل معانا وبيمشي وراها بالعربيه عشان يكون بيشجعها، هو مؤيد للفكره بس طبعا خايف عليها فبينزل معانا، بيكون ماشي ورانا بالعربيه بيقول لنا برافو احنا معاكم، وبيبقى ماشي بيساندنا بيقول لنا ما تخافوش انتوا مش وحديكم، مشجع بنته جدا. يعني في اهل كمان في الصعيد بيشجعوا بناتهم ان هم ينزلوا يركبوا عجل، ما حدش معترض على الفكره دي؟ لا، في اهالي كتير مشجعه الاهالي لبناتها ان هي تنزل معانا، شايفين ان العجله حلوه جدا، رياضه وتوفير وامان للبنت. فبصراحه اهالي كتير مشجعه، وانا نفسي كل الاهالي اللي بتتفرج علينا دلوقتي يشجعوا باقي بناتهم، ما تقلقوش، يعني الموضوع حلو جدا وظريف جدا وامن جدا جدا على البنت بصراحه. تمام. طيب مارجريت، طب بتفكروا في ايه الفتره اللي جايه؟ هتعملوا برضو مبادرات بالنوعيه وبالشكل ده في اكتر من مكان، ولا كلها تقتصر بس داخل المنيا؟ لا، احنا بنفكر ان احنا نعمل ماراثون في المنيا، يكون معانا يا ريت مسؤولين من محافظه المنيا وان الجامعه تعمل لنا باركنج زي ما حكيت لحضرتك. تبقى دي نقطه بدايه، مش تبقى نقطه نهايه، تبقى دي نقطه تحول للمجتمع وتغيير. والمجرد ما احنا تبقى نقطه بدايه للمجتمع، وان المجتمع يبدا يتقبل، خصوصا لو اتعمل لنا ممر في الشارع وتعمل لنا وسائل امنة. هنبدا ننفذ الفكره دي في مراكز المنيا، نعمل فريق لكل مركز من مراكز المنيا، ويبقى يعملوا زينا بقى مبادرات ويتحركوا بيها في الشارع عادي. وتبقى حاجه طبيعيه جدا للبنت او للولد. حلو قوي. طيب يعني بكلامنا بقى عن الولاد، هل في ولاد بينزلوا معاكوا في ركوب العجل وفي الرحله اللي انتوا بتعملوها في المنيا، ولا انتوا مقتصرين بس على مشاركه البنات؟ واحنا حاليا مقتصرين على فكره ان البنات بس اللي تنزل، بحيث ان الناس تتعود على البنات، ما يقولوش ان في حد بيحميهم يعني مثلا. بالظبط. هو يعني بس احنا بيكون معانا استاذ محمد حكيم بينزل معانا عشان لو بنت احتاجت حاجه، عجله حصل لها حاجه، هو بيبقى معانا يساندنا دايما. بتبقى حاجه للامان اكتر، بس هي حاليا مبتدئين بنات، بس لما نعمل ماراثون هيبقى ماراثون مجمع بنات واولاد، وهتبقى حاجه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله. مارجريت، يمكن اللي شاركوا معاكوا خلال الفتره اللي فاتت حوالي 3500 شخص، هل كلهم بنات وسيدات ولا رجاله؟ يعني الاكثر منهم كان ايه؟ وتاني حاجه، ليه النسب من البنات الاكبر الموجوده من خلال الحمله دي ليه ما نزلتش معاكم؟ كان خوف، ولا كان الموضوع عدم تشجيع، ولا رهبه، ولا كان ايه الفكره؟ هو اول حاجه ان 3500 بنت اللي معانا هم مش قادرين ينزلوا، ان طبعا البنت ما عندهاش عجله. فبالتالي البنت اللي بتقدر تتصرف عجله من اخوها، يعني انا مثلا ما عنديش عجله باخد من بابا، حبيبتي تاخد من اخوها وهكذا. فمفيش عجل متوفر. في ناس برضه لسه محتاجه تشجيع، في ناس لسه اهاليها خايفه عليها. بس الناس بدات طبعا مع الوقت بدات تتشجع، لدرجه ان احنا اخر مره نزلنا كنا فوق ال 20 بنت متحركين، كل واحده متصرفه في عجلتها. الموضوع بدا يبقى حلو جدا، والبنات بدات تتشجع، ومع الوقت طبعا بنزيد. طيب مارجريت، يعني انت بتفكري في ايه الفتره الجايه؟ نفسك توسعي المبادره بتاعتك ازاي؟ تنشريها ازاي سواء في الصعيد كله او في انحاء القاهره كلها؟ عندك خطه معينه ماشيه عليها الفتره الجايه؟ وانا حاليا ماشيه على خطه ان انا بحاول اتواصل مع الجامعه والمحافظه ان هم يعملوا لنا طرق ممهده، لان الاهالي محتاجه تشوف ان الحكومه مشجعه ده، ان الامر هيبقى طبيعي بكره وبعده، فيطمنوا ان بناتهم ينزلوا والحكومه مسندهم، محدش هيقدر يضايق بناتهم في الشارع. تاني خطوه ان احنا هنروح ان شاء الله، بنحاول نوصل لدوت ان نروح الجامعه بالعجله.
ثالث خطوه ان احنا نعمل فريق في كل مركز من مراكز المنيا عشان الموضوع يبقى مغطي على مستوى المحافظه ثم على مستوى باقي المحافظات. المبادره مش مجرد يوم او مجرد شويه وقت وهتنتهي، لا المبادره مكمله لحد ما نوصل لهدفنا الاساسي ان العجله تبقى اسلوب حياه ان شاء الله. احنا بنحييكي جدا يا مارجريت على الفكر بتاعك وعلى المبادره، خصوصا انه في اتجاه عام فعلا على الاهتمام بالرياضه وتحديدا ركوب العجل في جميع انحاء القاهره ومصر كلها. شكرا ليكي جدا يا مارجريت، نورتينا.